الطريقه اللي تم اخذك الصوره والتكريم ديالك، وطريقه صراحه كنقولها بصريح العباره غير مسبوقه في المغرب، لاننا نحتفيو بالاستاذ بتقديم واحد الصينيه وتصور بك الطريقه. شنو الراي ديالك استاذه بخصوص داك الصينيه اللي تقدمت لك بداك الطريقه، وشنو هما التفاصيل اللي ممكن تكشفي لنا الان حصريا للراي العام المغربي اللي كيتابعنا الان؟ اقول لا ادري ما اقول في الحقيقه، لان هذا يثير دهشتي ويثير في نفس الوقت نوع من الابتسامه الساخره. اولا الصينيه في البدايه لم تقدم مكشوفه، ولكن احد هؤلاء من الحاضرين، ومجرد ما ان راى ان العميد سيسلم هذه الهديه نط من بين الصفوف وفتح الغلاف وازال يعني ما كان يحيط بالصينيه وبطريقة ساخرة، وأنا كنت أناديه من المنصة كفاك فضولا كفاك فضولا، لأني في تلك اللحظة هم لم يدركوا أني أذكى، كنت أذكى من 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 هذا الحدث الذي سيقع فيما بعد. فكنت من المنصة والله شاهد على ذلك أقول، وربما مع الأسف أنا لم أحصل بعد على القرص الذي تم فيه يعني تسجيل كل، كانت الكاميرا كتسجل على المباشر، موجودة في الكلية الآن. إذن غادي يتم كشف ربما الرجوع للكاميرا وكشف الطريقة اللي تم إزالة يعني ذاك كيف أزيل الغلاف وكيف يعني أعطيت الصينية للسيد العميد ليقدمها إلي، وقد نظر إليه نظرة هو الآخر ساخرة. نعم، بالنسبة أستاذة غير اسمح لي لك ترسل لك الأسئلة مع كامل احترام وتقدير ديالي لك، واش العميد شاف داك يعني داك لوجيس ديال ان داك الشخص شاف كل شيء من المنصه، راى كل شيء. وكنقول انا من هذه المنصه يكفي من ان تاخذوا من يعني امراه في وسط هذه الشعبه، يكفي ان تجعلوها مطيه لاغراض معينه. رجاء السيد العميد احترمه واحترم عطاءه، الصينية لا يخلو منها بيت مغربي، الصينية نجتمع عليها في كل أفراحنا الصغيرة والكبيرة التي نفرح فيها والتي نحزن فيها. أنا بالنسبة إلي الصينية تعني رمزا كبيرا رغم بساطتها. أنا لا يهمني ما سيعطيني الآخر بقدر ما يهمني أنه اعتنى بي في لحظة معينة باحترامي بتقديري بكلمة طيبة. يكفي أن العميد في هذا المقال هو داخل هذا الكتاب، ولعل هذا ما ترك حفيظة في أنفس الناس، لأن لأول مرة سأقولها بكل صراحة، لأول مرة يكتب في هذا التكريم داخل هذا المركز أن هذه المرأة يجب أن يكتب مدرج من مدرجات الكلية في اسمها، وأن يوضع كرسي خاص، كرسي للدراسات الأندلسية المغربية خاص بالأستاذ العالمي. إذا كان الناس الذين قرأوا هذا المقال ربما حز في أنفسهم نوع من الضغينة، هداهم الله، الله يهديهم، الله يهديهم. كفاكم كفاكم، لقد أتعبتموني بهذا التعامل الذي أتمنى أن يكون يعني أحسن في المستقبل. لا أريد أن أقول كلاما يعني لا يليق بالأستاذ الجامعي، أنا فوق هؤلاء. كما قال معاوية، إني أرفع ديلي عن الخبائث، إني أرفع ديلي عن الخبائث. يكفيكم، تسيء لي العميد، تسيء إلى كلية أدب دهر مهراز. لماذا لم تصوروا اللوحة التي أتى بها بعض الطلبة وهو رئيس مصلحة في واحد أحدهم رئيس مصلحة كبيرة في الدار البيضاء، والثاني رئيس مصلحة كبيرة في المحمدية، والثالث أستاذ. نعم. أستاذ وله جمعيات متعددة ينتمي إليها وله نشاطات. نعم، هؤلاء قدموا لوحات يعني من أروع ما يكون. نعم. إذا ما كانش هدية وحدة اللي تم تقديم ديالها لك، كان مجموعة من الهدايا. ذاك الصينية ديال من؟ الصينية قدمها العميد. العميد أقام حفلا متميزا داخل الكلية، كتب مقالا متميزا من أرفع ما يمكن أن يكتب أو من أحسن ما يمكن أن يكتب، يعني مكرم في مكرم. إذا لماذا تأخذون مني
مطية لبلوغ هدف معين. نعم. جزاكم الله خيرا، هذا ما يمكن. نعم. إذا الأمر ممكن نعتبره لأنه مدبر 100% مدبر. نعم.